السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة، فعلوا علامة الجرس. لو عجبتكم الحلقة ده اعمل للقناة اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. هكلم النهاردة حضراتكم عن فاكهة لذيذة بتظهر دايما في أيام الشتاء، وهي فاكهة الكاكا. طعمها لذيذ ومحببة عند الكثير من الناس، لكن النهاردة سريعا نقدم لحضراتكم موجز بسيط وسريع عن الفاكهة ديت، وإيه الفوائد اللي ممكن نحصل عليها من أكل ما يعادل حبة أو حبتين في اليوم من الكاكا. أول شيء، هي غنية بالفيتامينات الكتيرة جدا، زي فيتامين ألف وفيتامين جيم وفيتامين ه وفيتامين بستة وفيتامين ب المركب. تحتوي على منجنيز ونحاس ومغنيسيوم وبوتاسيوم وفوسفور وألياف غذائية. فاكهة الكاكا يا جماعة بتقوم بتعزيز وتقوية الجهاز المناعي والمسؤول عن حماية الجسم من الأمراض. هي بتعمل على تقوية الجهاز الهضمي، وده بيؤدي إلى تحسين سير عملية هضم وامتصاص الطعام بشكل جيد، وبتحمي كمان من الالتهابات والقرحة. بتقوم بمعالجة أمراض الالتهابات المثانة، وكمان بتعالج مشكلة التبول الإرادي وخصوصا عند الأطفال. بتحافظ على صحة الجهاز العصبي، وبتعمل على الحد من التوتر والإرهاق والإجهاد. بتكافح الأمراض السرطانية زي سرطان المعدة وسرطان الثدي وسرطان القولون. بتحمي الكبد وبتنقيه من الشوائب والمواد الضارة. كمان بتساعد على إنتاج خلايا دم حمراء جديدة، وبتعمل على تحسين وظائف الجسم. بتعالج الصداع والدوخة، وبتحارب الفيروسات وبتمنع من دخولها لجسم الإنسان. الكاكا بتحتوي على فيتامين A، وفيتامين A دوت مضاد للأكسدة، فبيعمل على التقليل من سقوط الشعر، وبيعالج مشكلة تقصف الشعر، وبيدي الشعر اللمعان والحيوية، وكمان بتقويه وبتخليه دايما يظهر بمظهر جذاب. الكاكا بتحتوي على نسب جيدة من فيتامين سي، واللي بيفيد جدا البشرة في إشراق لون البشرة وبيدي لها النضارة والنعومة، وكمان هي مفيدة جدا في الحفاظ على البشرة من التجاعيد وعلامات الشيخوخة. وممكن نستفيد من الطريقة دي كمان بعمل وصفة من الكاكا، ان احنا نجيب حبة من الكاكا ونبدأ ان احنا نهرسها ونضيف ليها معلقة من العسل، ونعمل ماسك لمدة ربع ساعة على البشرة. الماسك دوت هيدي للبشرة النضارة ويحميها زي ما قلنا من علامات الشيخوخة زي التجاعيد، فيخليك تحسي ان انت دايما سنك اصغر من المعتاد، وبيحمي من علامات التمدد اللي ممكن تظهر في الوجه. مرطب للجسم، وبتعمل على إعادة النضارة والحيوية. هي مقوية للأظافر، وبتساعد في القضاء على الهالات السوداء اللي ممكن تظهر تحت العين، وده عن طريق استعمال الماسك اللي قلناه لحضراتكم. بتعمل على القضاء على البثور السوداء والحبوب والدهون والندبات اللي ممكن تظهر في البشرة. اما بالنسبة للحامل، فمفيدة جدا الكاكا في فترة الحمل، لانها بتعمل على التخفيف من اعراض الحمل زي التعب والاجهاد والامساك. بتحتوي على نسبة عالية من الحديد، واللي بتساعد الحامل في الوقاية من مرض فقر الدم اللي ممكن يحصل لها اثناء فترة الحمل. بتساعد في علاج ضغط الدم المرتفع اللي ممكن يصاب به المرأة الحامل في فترة الحمل. بالنسبة للكاكا يا جماعة، لو كترنا من اكلها ممكن يؤدي الموضوع دوت للسمنه او الزياده في الوزن، وده بسبب النسبه العاليه من السكريات الموجوده بيها زي سكر الجلوكوز والفركتوز. فناكل من الكاكا حبه واحده او حبتين على الاكثر، ما نزيدش عن كده. ممكن تعمل على زياده نسبه السكر في الجسم، وده بسبب السكريات الموجوده فيها، وبالتالي ينصح مرضى السكر بالابتعاد تماما عن اكل الكاكا. اكل الكاكا يا جماعه لابد ان هي تكون هي ناضجه، لان اللي غير ناضجه ممكن تؤدي الى التاثير على عمليه الهضم، ولما نيجي ناكلها ما ناكلهاش على معده فارغه، لانها ممكن تتسبب في حدوث الاسهال. فبالتالي اكل الكاكا ناضجه هو ان شاء الله يدينا الفايده وما نزودش فيها اكتر من حبتين في اليوم. نتمنى حضراتكم تكونوا استفدتم بالحلقه والمعلومه. نشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.